ما معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا؟ نعم، الحلف بغير الله جريمة كبرى أشد من الكذب في اليمين. كذب من اليمين في اليمين حرام كبيرة، لكن الحلف بغير الله أكبر لأنه شرك. وأما الكذب في اليمين بالله، إذا حلف بالله كاذبا هذه جريمة وكبيرة لكنها دون الشرك، دون الشرك. فهذا من باب المقارنة، أن الحلف بالله كاذبا أخف من الحلف بغير الله صادقا، لأنه شرك، ولا شك أن الشرك أكبر من المعصية. نعم.